حياكم الله إلى موقف مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حدد البنك المركزي العراقي عشرات الشركات الخاصة لبيع الدولار للمسافرين، فيما طالب مواطنون بفتح نوافذ لهذه الشركات في كل المطارات العراقية. ذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي العراقي حدد أكثر من 100 شركة خاصة تحمل فئة A و B لبيع الدولار للمسافرين، إلى جانب مصارف الرافدين والرشيد والمؤسسات المالية الأخرى. وأضافت المصادر أن عددا من المسافرين طالبوا بضرورة إلغاء الحجز الإلكتروني من قبل الرافدين لبيع الدولار، وذلك على غرار شركات الصرافة ومصرف الرشيد اللذين يقومون بشكل مباشر بمنح الدولار واستلامه من مطار بغداد بدون الحجز الإلكتروني. أرجع خبراء مصرفيون نمو ظاهرة الدولار الليبي المجمد في العراق إلى ضعف الرقابة على الصرافة، مشيرين إلى أن بيع وشراء الدولار المجمد من الخارج إلى العراق يصنف ضمن عمليات غسل الأموال. وأضاف الخبراء أن الدولار الذي يباع ليس مزوراً، بل هو استحقاقات حكومية وحقوق فردية للعاملين في ليبيا هربت إلى الخارج من قبل فصائل مسلحة. هذا ويتصدر العراق ولبنان وسوريا قائمة دول الشرق الأوسط التي شهدت في السنوات الأخيرة رواجاً ملحوظاً لما يوصف بالدولار الأمريكي المجمد. قال خبراء اقتصاديون إن الفجوات في سلم رواتب الموظفين في العراق كبيرة جدا في موازنة العام الحالي 2024. وأوضح الخبراء أن الفجوة بين أعلى راتب وأدناه تبلغ 30 ضعفا، مبينا أن عدد الموظفين على الملاك الثابت بلغ 4,080,000 موظف، فيما بلغ عدد الموظفين من الدرجة الخامسة إلى الدرجة العاشرة نحو 3,456,000 موظفا. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق اعتبارا من يوم الأحد الماضي. ويعاني العراق من أزمة نقص في الكهرباء منذ عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد وتفشي الفساد. وينتج العراق بين 19,000 و21,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30,000، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط غضب شعبي عارم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.